ايوه معانا يا ريس احنا حاضرين عصام لا دي راح عصام الدين محمد حسن الاليان اكيد يا ريس حاضرين انتوا حاضرين كلكم؟ ايوه حاضرين وجاهزين يا ريس خلاص انا عندي بس كده عشان نتاكد من اسامي مختلفه بتبقى عصام الدين محمد حسن الاليان اكيد صفوة بتاع المربوطة نعم بتاع المربوطة أيوة رئيس صفوة محمود حجاز عبد المنعم عبد المنصور الوردي حمودة محمود السيد عبد الله رزلان حاضرين محمد سعد توفيق مصطفى الكتاكي ايوه يا ريس عصام عبد الرحمن محمد سلطان حاضرين يا ريس ابو العيلة ماضي ابو العيلة ايوه يا ريس حلمي عبد العزيز الجزار ايوه يا ريس حلمي رشاد محمد علي كيوم ايوه يا ريس محمد حازم صلاح ابو اسماعيل لا يا ريس مش حاضرين وما فيش توكيل ما لم نتمكن من استخراج التوكيل طارق عبد المولود الزمر حاضرين عاصم عبد الملك محمد ماضي حاضرين محمد ابراهيم المتاجي حاضرين محمد محمود علي حالي شهرته محمد الرمدة لا مفيش توكيل يا ريس اتفضل معالي الرئيس حضرات المستشارين الاجلاء بدايه اود ان انقل لحضراتكم اننا تعرضنا لاهانات بالغه اليوم مما يسمون انفسهم ابناء مبارك ونحن دائما نتحاشى حتى الاقتراب من هؤلاء لكن يبدو أننا حضرنا في هذه الجلسة ولم يكن متصورا أن يكونوا هم حضور بهذه الجلسة هم حاضرين لأن النهاردة صادف تأجيل الوعد نفس اليوم ده مش حاضرين عشاننا طب احنا بنعمل بس يعني معلش عشان اوضح ايوه الجلسه دايما احنا كنا اجلنا والدايره لما جت اجلت بعدينا اجلت على نفس اليوم فهنا ما كانش حصل كده يعني هم حاضرين مش عندنا هم حاضرين في القضيه بتاعت انا فاهم انهم حاضرين في القضيه انا فاهم يا فندم بس نرجو يعني باي وسيله يعني احنا لا نتحمل هذه الشتائم والسخائم يعني كنا بنتحملها ونحن حضور عن المدعين بالحق المدني ونتحملها الآن ونحن متهمين فيعني يا ريت يتم إبعادنا عنهم بأي وسيلة والله أنا كلية الشرطة هي تنظم الدخول في لأن عندها بيبان كثيرة 8 بيبان على مستوى الأكاديمية تظبطها هي تنظم الدخول ده ما هو يعني طوارئ يعني أعتقد إن في باب للمحامين يخش بيننا لا هو باب للمحامين نحن ندخل من الباب العالي لكن غيرنا يدخل من باب الكبار وده معروف منذ بداية المحاكمات منذ ثورة 25 يناير ونحن نتحمل ذلك لكن كل اللي بنرجوه ان يبقى جلستنا مختلفة عن جلسة مبارك يعني مش مشكلة عامة لكن ده عارف ناصر يعني بس هو ده اللي احنا حاطينه مع حضرتك. بداية احنا كهيئة دفاع وزملائي يتفقون معي طلب ضم الأوامر الأربعة لكي يصدر فيهما حكم واحد لأنهم تقريبا مرتبطي ارتباط لا يقبل التجزئة كلهم تم بناؤه على تحريات تمت في مكاتب الضباط التي أجروها هذا طلب وبعد ذلك أن أنتقل إلى الموضوع
حضرتك هنتكلم عن الأربعة؟ آه عن الأربعة. طب أنا بس هيقول لك إن في قرآن قضية سهلة. أنا فاهم فعلا. في قضية الحرس الجمهوري، في قضية المعطر، في قضية النهضة. يعني كل عام صادر بقى في بناء على الأمور اللي أنا قلتهم دول. مش متحدين في الأوامر. الأوامر في كل أمر عن قضية مستقلة. لا وأفراد غير. وأفراد مشتركين ومتغيرين. أنا فاهم. لكن أرجو أن ينسحب حديثي إلى كل الأوامر. بداية أود أن أشير في البداية أن أوامر المنع المطروحة أمام عقلكم ليس المقصود منها محاسبة أصحابها، وليس المقصود منها مساءلتهم، لكن القصد الحقيقي وراء هذه القضية هو استئصال شأف طيار معين من هذا الوطن، بل واستئصال شأف كل من يقول لا لهذا الانقلاب الذي جثم على صدر هذا الوطن. هذا هو القصد الحقيقي من هذه القضية. هي حلقة في سلسلة. هذه السلسلة التي توالت علينا من حرمان الإنسان في حياته بالقتل المتعمد، سواء تم ذلك أمام الحرس الجمهوري أو في رقعة أو في غيرها من الأماكن التي تم حرمان الإنسان من حق أساسي في الحياة. الأمر الآخر وهو حرمان البعض، وهذه هي إحدى الحلقات، حرمان البعض من حرياتهم باعتقال ما يقرب من 6000 مواطن لمجرد أنهم قالوا لا للانقلاب العسكري. ولا يفوتني أن أنبه إلى أن القضية المطروحة أو أوامر المنع المطروحة على حضراتكم هي إحدى هذه الحلقة في هذه السلسلة الطويلة. ليس المقصود إطلاقاً فقط المنع من التصرف، ولكن القصد الحقيقي هو استئصال شك هذا التيار من هذا الوطن. إن هذه الحلقة أو هذه السلسلة من الحلقات تعتقل كل صاحب فكرة حتى لو لم يكن ممتمياً إلى هذا التيار الإسلامي، بل إن هذه السلسلة الطويلة طالت أصحاب المقامات الرفيعة من قضاة مصر الشرفاء الذين يحقق مع 74 منهم لمجرد أنهم قالوا نعم للشرعية وقالوا لا لهذا الانقلاب. هذه السلسلة من الانتهاكات طالت تيارات أخرى من غير هذا التيار. وأنا أريد أن أسجل أمام حضراتكم أنني شخصياً لم أكن منتمياً في يوم من الأيام إلى أي من التيارات الإسلامية، بل قد يكون فكري متناقضاً بعض الشيء مع أفكارهم، لكنني أتذكر هذه المقولة التي قالها فولتير منظر الثورة الفرنسية عندما قال أنه يضحي بحريته من أجل حرية الآخرين. هذه بداية كان يتعين أن أقدم بها لدفاعي. دفاعي في هذه الأوامر ينحصر في